الاجتماعات الدورية مع النقباء الفرعيين. نجح نقيب المحامين في لم شمل أعضاء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة وتوحيد كلمتهم للمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن النقابي وعرضها على المجلس بصفة دورية. وشهدت نقابة المحامين لأول مرة في تاريخها إشراك النقابات الفرعية في اتخاذ القرار. ومن أبرز ما أنتجته الاجتماعات الرفض القاطع للتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، والرد والتصدي بكل قوة لأزمة محامي مطروح، مما يؤكد على نجاح مخرجات هذه الاجتماعات